اليوم باننا غادي نتكلموا على الفوبيا لا فوبي. بزاف الناس يعني ومنها خصوصا في هذه الظروف هذه وتحت هذا الضغط اليومي اللي تنعيشوه بسبب وباء كورونا. فالدكتورة لبنى بوحاولي صباح النور اولا. صباح الورد. صباح النور. وعدتينا انك تكلمينا عليها واخا تكلمنا عليها مرات عديده ولكن صريتي في هذه الظروف نتكلموا عليها مرات اخرى. الفوبيا علاش؟ ان شاء الله. الفوبيا او الرهاب هي من الامراض اللي لاحظتي معايا لسميره هذه حلقات متتاليه كنحاولوا ننظموا للناس في التفكير ديالهم يثبتوا معنا نوع من الامراض النفسيه باش يحاولوا يتعرفوا عليهم اكثر. الفوبيا او الرهاب كتنتمي الى الاضطرابات القلقيه اللي تخوب الانكسيو وهي من اكثر الاضطرابات شيوعا ومن اكثر الاضطرابات اللي كتلقى عند الناس اللي كتقدر تخلق لهم مضاعفات اخرى اللي كتقدر تاثر عليهم. بطبيعه الحال عندها اسباب وعندها نتائج وعندها عواقب وعندها علاجات الحمد لله. فمن باب العلم بالشيء الخوف اللي هو اصل الفوبيا او اصل الرهاب هو احساس طبيعي، احساس عطانا الله سبحانه وتعالى باش نحميو نفسنا باش نعيشوا، لان الا ما كانش عندنا الخوف ما نعرفوش نديروا تقييم ديال الخطر، والا ما درناش تقييم ديال الخطر ما غاديش نحميو نفسنا. اكيد. انما فاش كيولي الخوف كيكون على محتوى اللي هو غير معقول او الخوف عنده درجات او حده غير مضبوطه او مبالغ فيها لدرجه انها تقدر تحد من الحركه ديال الشخص ومن التعامل ديالو الاجتماعي ومن يعني الامور البسيطه اللي في الحياه، الخدمه، القرايه، الحياه ديالو، الخروج، الصحه كذلك، لان بزاف الناس يعني مخوف ديال الاسنان، طبيب الاسنان ديال الاسنان. فنعرف الناس انواع ديال الرهاب اللي كتقدر تكون في عده اشياء وعده ظروف. فلهذا شفت بانه خصنا نتكلموا عليها، وحتى ولو كررنا يعني ماشي كررنا بل ذكرنا لمره اخرى بهذا النوع ديال الاضطرابات، فلانه كثير وخصنا نزيدوا ننبهوا ليه الناس. نقترح عليك دكتوره نكونوا عمليين ونكونوا يعني براتيك ونقربوا من المشاهدين اكثر المعنى ديال الفوبيا. اجي ناخذ واحد السيد عنده فوبيا انه يمشي عند طبيب الاسنان. علاش؟ كيفاش؟ شنو هي الاسباب؟ كيفاش يحاربها؟ هذا مثال غادي نحطو لك بالضبط في الخانه ديالو. لانه قبل ما نهضروا على الامثله غنهضروا على انه الخوف الرهابي او الفوبيا كيتقسم لثلاثه ديال الفئات. كاين الفئه الاولى هي الخوف من شيء ما، حيوان كان، يقدر بزاف الناس كيخافوا من الحيوانات، تيخافوا من الكبار ولا صغار بطبيعة الحال، تيخافوا من بعض الامور، بعض الظرفيه اللي تيقدر يحس براسو بانها الشتاء، الماء، بزاف ديال الاشياء اللي تيقدر يخاف منها الانسان. هذه الفئه الاولى تنقدروا نسميوها رهاب محدد، يعني عنده واحد المحتوى محدد عارفينه بزاف. وفي هذه الحاله كاين عده انواع ديال هذا الرهاب المحدد اللي هي لا تخلق واحد النوع ديال الاضطراب عند الشخص بحيث انه يقدر يتفاداه بين قوسين وما يشكلوش خطر. نعطيك مثال، واحد تيخاف مثلا من انه يطلع في لاسونسور، يقدر يتفادى يطلع في الدروج الا اذا كان ساكن في الطبقه 30، هنا غادي يقدر يخلق له مشكل. بالنسبه لطبيب السنان مثلا فيقدر يتفاداه، ولكن هنا التفادي غادي يخلق مشكل مرضي وما غادي يبقاش خوف طبيعي لهذا، وهنا غادي تولي رهاب محدد عنده جميل. واحد الخطوره معينه جميل. ولو انه كينتمي للفئه الاولى ديال الرهاب اللي هي الرهاب المحدد اللي نسبيا ما عندهاش واحد الخطوره كثيره. غنشرح لكم علاش، لانه كاين جوج الفئات اخرين كيفما كان موضوع الخوف كيبقى عنده خطوره معينه. اذا شفنا الرهاب المحدد، نشوفوا الرهاب الثاني، الفئه الثانيه هي كل ما يسمى بالرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي اللي كيصيب الاناث مثل الذكور، اللي كيصيب فئه كثيره من المجتمع كتوصل 14-16% ديال الناس ديال لابوبولاسيون جينيرال، اللي عنده مشاكل كثيره تخلقها عند الشخص. علاش؟ الرهاب الاجتماعي شنو هو؟ الرهاب الاجتماعي هو انسان كتوقع في سن المراهقه، هي عادة كتبدا في الطفولة. تيقدر الإنسان يكون عنده واحد الخوف من أنه يهضر قدام الناس، من أنه يخرج ويتمشى قدام الناس. تسمع حشومي فوالا، تقدر تبدا غير مجرد حشمة اللي تقدر تكون طبيعية وكتتلاشى
مع تجارب الحياه، مع الوقت، مع النضج ديال الانسان، مع يعني بزاف الامور اللي كيكتسب فيها الانسان النضج ديالو. انما في حالات معينه تقدر الشاب، لان كنأكد على الشاب لان كيكون شاب ديك الساعه عاده بصفه عامه كيبدا في سن الشباب، كيقدر الانسان ما يقدرش يكمل قرايته، ما يقدرش يهضر، ما يقدرش يخرج يتكلم مثلا نجي نعض ضياف في الدار ما يقدرش يدوي معاهم. علاش؟ تيحس براسو بان غيبدا يتلعثم، غيبدا احمرار، غيبدا يترعد، غيبدا يبانوا عليه اعراض ديال القلق اللي هو ما غاديش يرضى بنفسه. يعني حياته اليوميه تتولي فيها خلل، حياته يعني على المدى القصير والمتوسط والبعيد غادي يكون عندها تاثير. وللاسف بزاف الشباب باش ضمن منهم انهم غادي يعاونوا روسهم في هذا الخوف، اشنو غايديروا؟ للاسف غادي ياخذوا مخدرات، الكحول، الاقراص، الحشيش، السجائر، حتى التدخين. وهذا النوع ديال هذا الشيء غادي يدوز من مرض اللي هو نسبيا متوسط الخطوره الى مرض اللي هو خطير، وخطير كثير، هو الادمان. حالات كثيره من حالات الادمان في الاصل ديالها بدات برهاب اجتماعي. كاين بزاف المراهقين استاذه كذلك تيبغيو ياخذوا السيجاره غير باش يضمنوا هذاك يعني الانتيغراسيون سوسيال. تماما، لانه كيحس براسو بانه مختلف مع الاخرين فخصو يدير بحالهم، خصو يدخل مع الجماعه. تماما. فهنا هادو ناس اللي كيعانيوا نسبيا من نوع ديال الرهاب الاجتماعي اللي حبذا لو يعالجوا في الوقت المناسب، او مش يعالجوا ماشي يعني ما كتسمع علاج، ما سمعني تدواء، راه يعني الاخذ بيد هذا الشخص هذا باش يتعالج. دونك كاين خطوره على مستوى المشكل في حد ذاته، وخطوره على مستوى النتائج والعواقب ديالو اللي كتؤدي الى حاله الادمان، الى حاله الاكتئاب الحاد، بل الى حالات خطيره نفسيه واجتماعيه وحتى مرضيه على مستوى المرض الجسدي. ندوزوا للفئه الثالثه. الفئه الثالثه هي كل ما يسمى رهاب الخلاء بالفرنسيه لي زاغوغافوبي. هنا غادي نشرح لكم لان عطيتكم مصطلحات شويه تقنيه. لي زاغوغافوبي الا تذكرتوا معايا في الحلقه اللي فاتت هضرنا على نوبات الهلع. نوبات الهلع هي حالات اللي كتقدر تجي الانسان تيكون جالس ما بين معلي حتى كيحس براسو طلعت غادي يموت، غيموت، طلعت واحد السخانه اللي هي غير طبيعيه، حس براسو بحال اللي غيطيح، غيدوخ، هذا غيحماق. الوغ شنو تيوقع لهاد الناس تجيهم ديك نوبات الهلع؟ تيولي كيظن بانه الا طرات ليا مثلا في واحد المكان معين غنولي انا نتفادى داك المكان باش ما طراش ليا، ظنا مني انني راه طرات ليا راني غنغيب. دونك اش كيدير؟ واحد كيولي يتفادى، والتفادي هو لوريجين، هو الاساس ديال الرهاب. غادي يتفادى او غيولي دائما مخرج معاه صاحبه ولا مخرج معاه شي حد من العائله ديالو، ما يمكنلوش يخرج، كيولي كيتقوقع على نفسه، كيمشي مثلا كيخاف انه يمشي للاماكن الكبيره بحال لي سونتر كوميرسيو، ما يبقاش يقدر يخرج ليهم. هادشي كاين عندنا في المجتمع ديالنا، في المجتمعات كلها، والمغرب بحاله بحال الناس كلهم. يعني تيجيو يعني العياده الناس يعني معروف هذا المرض، باش يجيو جوستمون العياده. كيفاش؟ واش هما اللي تيعرفوا ريوسهم؟ واش كتكون المساعده من المحيط ولا كيفاش؟ لان مهم راه كيخلق اعاقه، راه الشخص اللي ما يبقاش يخرج من داره. تتخيلين معايا كيفاش ان الانسان ما يبقاش يقدر يبدا يخرج، غادي يدخل في واحد الحاله، بل كيوقعوا حالات انه كيولي خطا حتى في التشخيص، تيولي داك الشخص تالمون دخل وسد على راسه ما كتبقاش تعرف شنو عنده، تقوقع. بل طراو حالات، انا شخصيا عايشت حالات اللي ولا كيبان داك الشخص بحال اللي عنده مرض عقلي، هو الشخص في الاصل كان مجرد رهاب. اذا ما بقاش كيخرج، ما بقاش كيغسل، ما بقاش كيقدر يدير حتى حاجه في حياته. كاين بعض الحالات اللي كانت كاريكاتوريه، اللي الشخص ما خرجش من بيته، ماشي من داره، من بيته لمده عامين. تنقترح عليك دكتوره اننا نتكلموا على وسائل العلاج في الحلقه المقبله، لان ما يقدرناش الوقت لهذا الموضوع هذا المهم جدا، واللي حتى هو كيف ما تكلمنا مع الدكتور مجدوب شائع جدا في المجتمع المغربي ككل المجتمعات. ويهمنا اننا نصحوا المفاهيم، يهمنا اننا نحسوا المشاهدين خصوصا في وقت مبكر باش تتم المعالجه وفي الوقت يعني المزيان، باش ما نوصلوش مراحل متاخره ديال المرض. شكرا لك.